سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا زيزي، كانوا عاوزين يموتونا يا زيزي. بعد الشر عليك يا حبيبي. هما مين دول اللي كانوا عاوزين يموتوك؟ ما انا لو اعرف ما كنتش عتقتهم. ازيك يا زيزي؟ يا شمال، هي اخبارك النهارده؟ بغلي يا عوني، بغلي ادفع نص عمري واعرف مين اللي كان عاوز يموتني. يا شعبية شمال، اللي عمل الحكاية دي ما كانش قصده يموتك، كان قصده يعجزك وبس. يعجزني؟ شوف، اللي عمل الحكاية دي كان عايز يبعدك عن طريقه في الفترة دي وخلاص، لأنه لو كان عايز يموتك كان ممكن يموتك وبالراحة. اللي حصل لك ده يا شمال مجرد ضرب التعجيز. طيب ومين اللي ليه مصلحة انه يعجزني؟ وانت مش كنت المفروض بعد كام يوم كده هتسافر معنا الصربي؟ ايوه طبعا، لما حصل لك ده مش هتقدر تسافر. تقصد ايه بالكلام ده عوني؟ انا يا شمال انا جاي منين دلوقتي؟ يا عم خلصنا، الرجل تعبان، اتكلم عوني. ما تقلقش يا زيزي، غريبة مننا وعلينا، اتكلم عوني اتكلم. الصربي طلب مني النهاردة ان انا اخد جابر واروح اعمل له باسبور في مصلحة الجوازات. يعني جابر هو اللي هيسافر مكانك. تقصد يعني ان جابر هو ده؟ احتمال وارد، انا ما اكدتش. يبعدك عن طريقه عشان يبقى هو الواحد اللي عليك. هو سي سعيد. والله انا الولد ده من اول ما شفته قاعد معاك في الكافيتيريا وانا قلبي كده كش منه، باين عليه مش سهل ونبو ازرق. تلاتة بالله العظيم تلاتة. لو طلع جابر هو ورا الموضوع ده لخلص علي بايديا جوز، سواء بقى نصر وافق او ما فيش.